بعد اذن حضرتك، مين شاف الكارت هنا في الناس اللي قاعدين؟ كل الناس شافوا. طيب عايز اي يعني استاذ عادل شاور على اي حد يقول لي اللون بتاع الكارت، شاور على اي حد من الناس اللي قاعدين يقول لونه، يقول اللون بتاعه علم، لون بتاع الارقام. ايوه لون الرقم او لون صوره ايا كان. لون ايه يا جماعه؟ اي حد يقول هو ايه؟ لا لا يا عم ده جاسوس ده معاه ده والله. هو خلاص كان هيقول لسه ما شافوش ما شافوش. استاذ عادل بعد اذنك ممكن تختار اي حاجه من عندك على الترابيزه تجيبها لي هنا؟ اي حاجه دي له اغلى من أمنا. لا لا دي فاهمه دي العربيه ما شاء الله مفيش اي مشاكل. ديكية لا دايره دلوقتي مركونه فين؟ طيب طب اوكي حضرتك الكارت لونه احمر صح؟ طيب ممكن حضرتك لو صوره تقوله مره واحده في سرك، لو رقم قوله مرتين بس ما تسمعنيش في كلام حالتين انت بتقول ايه؟ قلت وانا بتوقع ان هو دوت هو ال10 سبيد. طيب 10 سبيد على الترابيزه عليه مفتاح العربيه ورجعناه تاني بقى الخمسه الهارد صح؟ صح ولا لا؟ ازاي طيب اتقلق؟ لا بس لا يا عم عادل مكتبه ولا ايه؟ مكتبه وطلع عليه؟ لا الموضوع ده حاجه مش صح. المكتبه دي فيها كوتشينه؟ هو يجيب لك لا هي مش بالكوتشينه. لا لا اصبر بس. لا هيجيب كوتشينه. خدها معاك كوتشينه. في كوتشينه عاديه ورا. ما فيهاش حاجه والله. وتحت برضه على فكره. اقرا عليها في فرشه. استنى تعالى صور في اسمك انت معاك. امال ايه؟ طب نلعب بديت بالكوتشينه الثانيه ولا استنى يا عم انت مش انا مش هسيبك يا جماعه. جت 10 وبعدين رجعت 5 كمل بس. ازاي يا مستر؟ لا يا عم اصبر بس. وقال لك 10 لا اعملها تاني دي. اعملها تاني. اه. هم بيجيبوا كل اللي هم بيشتغلوا زي دول.